السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم جبت لكم طريقة عمل بي في سي، ولكن الطريقة شوي مختلفة. طبعا معروف أن البي في سي لحل مشاكل الرطوبة وتوابعها. طبعا الآن راح نبلش مع بعض، وإحنا مستمتعين نشاهد طريقة عمل وتركيب البي في سي للحمامات وللغرف للأسقف بشكل عام. أنا سيف الكردي، إلكم كل الحب والاحترام. خلينا نتابع. والآن مثل ما أنتم شايفين بنركب الأوميجات. إحنا ما وصلنا الأوميجا على آخر الحيطة، ليش؟ عشان نقدر ندخل الفرد بكل سهولة. طبعا توزيع الأوميجات راح تكون على ستينات أو على ثمانينات، ما في أي مشكلة، ما بتتقيد مثل الجبسن بورد، بس إنها هي البداية انك تركب بالطريقة هاي. هاي الطريقة بنعملها لما نكون بدنا ننزل فقط لا غير 5 سنتي، تمام؟ والان مع بعض واحنا بنشاهد بنشوف كيف بنسويها طبقة او طبقتين اول باول، وهيك بنستمر بتجميع الاوميجا. طبعا مثل ما انتم شايفين في عندنا بالزاوية زاوية عمود، انا بستخدم فرد الهواء الاسمنتي او فرد الخرسانة مثل ما بتسمى بكل دولة، ولكن انت بامكانك تشتغلها برغي واسفين رغم انه في مخاطر وسيء جدا، بامكانك تشتغله طلق وشرشور رغم انه طلق وشرشور بيكون تقريبا بروزه 3 سنتي، بينما هاي نزول الاوميجا وين ما تروح بتلاقيها 2 سنتي ونص، فراح تغلبك يعني. والآن بنبلش نركب طبقة الأوميجا بالشكل الثاني. مثل ما شفتوا الطبقة الأولى كانت حاطين بجنب العمود أوميجا زيادة، ليش؟ عشان هسه بتشوفوا كيف إنه تمسك القطعة اللي فوقيها. طبعا الأوميجات بيوصلوا من الزاوية للزاوية، سبب إنه بنسويها طبقتين أو هي شبكة عنكبوتية، إنه إحنا بدنا نخلي الهواء من الداخل، تمام؟ إنه يعني او البخار ينتقل من مكان لمكان، لانه احنا بدنا نشتغلها وننزل فيها جريلات. كثير ناس بتواصلوا معي بيحكوا لي انه سيف احنا عندنا مشكله انه في تعريقه بالبي في سي، والتعريقه هاي بتجمع مي وبتبلش تشرف على البيت او حتى على الاثاث. يعني احنا هون شغالين بحمام، ولكن بالاصل التعريق اشي طبيعي انه يكون، ليش؟ لانه البي في سي نفسه من الداخل بكون في تفريغة هواء، فهو عازل الحرارة السفلى وعازل الحرارة اللي فوق فوق البي في سي. فلما ما يكون في منفذ نهائيا هو عبارة عن تشميع يعني للسقف، يعني تغليف مع عدم يعني وجود اي منفذ، فعشان هيك بنحط جريل، لأن الجريل بيحمي الحديد وبيحمي السقف من أي مشاكل مثل الصدى. والصدى بتعرفوا إنه بعد فترة القصارة أو الياسة بتوقع بعد سنة سنتين، فأفضل شيء إنك تشتغل بشكل هندسي. الآن بعد ما ركبنا الأوميجات اللي هي الطريقة الشبكة عنكبوتية، بنركب اليو. اليو بنركبها من 3 جهات، من الأمام، من يعني من مكان أول قطعة بتركب، ومن الجنب اليمين والشمال. اما من الخلف ما بنركبها، ليش؟ لانه بالخلف ما بزبط، لازم جمع بعد اخر قطعه، وكل قاعده لها شواذ. طبعا طبعا هالشرح احنا شرحناه تقريبا قبل 3 سنين، ولكن انا بقول هاي الطريقه اوضح ان شاء الله، اللي تبين معك واللي ما وصلت له المعلومه. طبعا في فيديو ثاني ان شاء الله كمان يومين بينزل، بس على طريقة شبك حديد مختلف غير عن هاي الطريقة. لما تكون بدك تنزل أكثر من 5 سنتي، لو قلنا إحنا البي في سي هذا 8 ميلي، هينا قاعدين نجمع فيه. طبعا بتنزلها بتدخلها باليو الأولى ثم اليو الثاني، بعدين بتدخلها شوي للآخر. طبعا الدخول من جهة الذكر، طبعا مسمى الذكر أو الأنثى مسمى حرفي، يعني المنطقة اللي بتدخل فيها باليو. هاي هي ما بعد الشرحة. طبعا هاي الشرحة
اللي ركبناها قياسها أو عرضها 30. دائما لما تأخذ قياس مكان لازم تأخذه على المضاعفات القياس اللي موجود عندك. مثلا شرحة البي في سي مثلا طولها 2 متر 90، شو المصنع 2 متر 90 مثلا 30 سنتي، فأنت بتأخذ مضاعفات ال30 ومضاعفات ال290، بعدين بيطلع معك الناتج الكلي. وهيك بندخل الذكر بالأنثى على القطعة الثانية. طبعا البرغي اللي احنا بنشتغل عليه هو برغي سنساج، برغي سنساج سن ناعم اللي هو تبع الجبسن بورد عشان يدخل بالأوميجا، يعني وكأننا قاعدين بنركب جبسن بورد. وهيك بنستمر تركيب القطع لما نوصلهم لآخر قطع. طبعا مثل ما حكيت لكم البي في سي حلو كثير من ناحية انه هو حل للرطوبة، يعني عازل للصوت وعازل للحرارة وعازل للرطوبة، بحل المشاكل، مش بحاجة انك تدهن كل سنة. خلص هذا البي في سي لو ركبته مثلا 5 6 سنوات بتفكه وبتركب بي في سي جديد على الحديد نفسه، يعني ممكن حتى يقعد 10 سنوات، يعني انت وزوجك انت والشغل اللي انت بدك اياه. طبعا مثل ما انتم شايفين سلك الكهرباء خلفي هو، فما بدي يكون فيها مثل ما تقول سبوت او كذا، لا الاضاءة كانت جانبية عشان هيك ما مددنا فيها الكهرباء. طبعا احنا مش مختصين شغل الكهرباء، هذا على الكهربجي، يعني احنا فنيين ديكور ولكن بتأسس له للكهربائي شغله. طبعا هاي ركبنا القطعة ما قبل الأخير لأنه في عندنا شوية سوكاج بالزاوية آخر كلش، يعني آخر إشي بنركب قطعة صغيرة وبننهي شوي الأخير لأن المنطقة ضيقة بتغلبنا شوي بالتدخيل، ولكن كل إشي بالتركيز يركب معك بكل سهولة. بالعادة بنشوف إنه بعض الشباب بتركب البي في سي على الأسقف وكأنهم بيركبوه على جدران على شنكل. طيب الشنكل هو بيمسك على السقف سكان، طيب هاي مصيبة وخطأ، لأنه أنت بدك ترك منفس للحيطة نفسها، يعني أقل شيء أقل نزول 5 سم، تمام؟ الهندسي مثلا بدنا ننزل سقف فلات جبسن بورد أقل شيء 10 سم، ما في مجال انه اقل من هيك عشان السي والاوميجا ياخذوا مجال، تمام؟ على عكس البي في سي لانه في مجال انك تشتغله مثلا نزول، انت ما بدك تنزل كثير لحد 5 سم، اقل من هيك كمان. طبعا 5 سم الحديد هي كمان 8 ميلي، يعني المجموع الكلي بتكون 5 سم و8 ميلي. وهاي القطعة قطعة البي في سي الأخيرة. طبعا احنا نكون هون جمعنا برغي على اخر قطعة اليو الاخيرة بنشرحها، يعني بنخلي القشرة الخارجي فقط لا غير، بنعبيها سوبر جلو مثل ما انتم شايفين، تمام؟ وبنحطها على القياس بحيث انها تسكر النتوءات الداخلي والخارجي، وبعدين بنرش عليها منشف. استنونا على الطريقة الثانية للبي بي سي. طبعا في طريقة خشب، احنا ما بنفضل الخشب عشان ما يجمع او يصير فيه عفونة او صرصور او كذا، ولكن هاي من احسن طرق انك تشتغلها على اوميجا لان الاوميجا انقلبنة. والان هاي الجريل، حل مشكلة الرطوبة الجريل، يعني ما بدها تفكير زيادة، خلص الجريل بنهي مشكلة الرطوبة. بس انه الجريل ما بصير انك تشتغله على اوميجا طبقة واحدة، لازم طبقتين عشان ايش؟ يترك مجرى الهواء ماخذ راحته. مبدأ انك تركب اوميجا على اوميجا هاي القصد فيها. والان بنشفر شرحة البي بي سي عشان نركب عليها الجريل. والجريل اكيد يعني مش هالسعر رخيص، دايما بين الشغل النظيف والشغل اللي يعني ماشي حالك مبلغ بسيط، دايما
انت لما تدور على بيتك، اوكي دور على سعر، بس بنفس الوقت دور على الحرفي المحترف اللي يشتغل لك بيتك، مش انه يعني اي حدا بده يجي يشتغل ومشي حاله، خلص شفنا واشتغلنا مركبنا على التلفزيون، ما بزبط. لازم يكون اللي شغال لك محترف. طبعا احنا بيت الاحلام للديكور نقوم بتنفيذ جميع انواع الديكورات المحليه والعالميه داخل الاردن حاليا طبعا، واسعارنا ان شاء الله بتناول الايدي، ومثل ما انتم شايفين الشغل جدا جدا حلو ونظيف، حتى انه احنا بنقوم بتنقية المنتج مثل البي في سي، لانه في كثير شرحات بي في سي ما تنفع. طبعا هاي الجريل لما ركبناه على سوبر جلو، ما بيزبط على سيليكون، لانه السيليكون ما بيمسك على البلاستيك، لانه هذا مش بلاستيك، هذا بولو إثيلين او بوليمر، مادة البوليمر. وهيك بنكون انهينا الفيديو لكم مني، ومن بيت الاحلام للديكور اطيب الحب والتمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله.